بعض الناس إذا تثاءب يا شيخ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل ورد في ذلك شيء وما الأحكام في ذلك؟ لا، لم يرد فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما الذي ورد أنه إذا تثاءب يكظم ما استطاع، فإن غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فمه ولا يكون فمه مفتوحا في التثاؤب، هذا الذي ورد. نعم.